الشهادات التي قيلت في حق الأردن كانت شهادات هامة من الجميع، بما فيها المؤسسات المانحة التي قالت أن الأردن بذل جهودا كبيرة لمعالجة قضاياه، وآن الأوان لمشاركة العالم ككل في المرحلة المقبلة المبنية على الاستثمار وخلق فرص العمل وبناء الأمل لشبابنا. فكان لقاء ومؤتمر موفق. الحكومة اليوم موجودة، وكذلك جلالة الملك موجود لنقول للعالم أنه الأردن يسعى يعني يعمل على تحسين بيئته الاستثمارية لجذب الاستثمارات وتوطينها في الأردن، حتى يكون الأردن جاذب للاستثمار، ما يساعد بتكريس كما قلت لك مبدأ الاعتماد على الذات لحل مشكلاتنا بشكل دائم. وهنا أنا أتحدث عن الفقر، عن البطالة، عن التنمية. نسعى هنا في لندن أن نقول للعالم أنه نحن قمنا بسلسلة إصلاحات اقتصادية مالية الفترة الماضية، وأيضا لدينا مصفوفة من الإصلاحات سيتم تنفيذها على مدى الأعوام المقبلة. أن هذه الدولة رغم التحديات هناك في خطط، هناك في إصرار على الإصلاحات، هذه ستكون إيجابية. العرض اللي تم من عدة باللقاءات جميعها مكنت المستثمرين في العالم الاطلاع على التفاصيل. طبعا البيئة الاستثمارية بقطاع السياحة من أهم المواضيع اللي اليوم جايين نحكي عنها. في هناك طبعا حوافز وإعفاءات خصيصا للقطاع السياحي، لأنه إحنا مآمنين إنه القطاع السياحي تركيزه ما بيكون على عمان، بيكون أكثر على المحافظات. فإحنا جايين نشجع إنه استثمروا بالمحافظات. دائما أنا بحكي الأردن هو عبارة عن متحف مفتوح، في مجال كتير للاستثمار بهذا القطاع لأهمية تنوع أنواع السياحة أو المنتجات السياحية. A lot of projects already today in Jordan in terms of equipping schools, facilitating education for not only Jordanians but also for Syrian refugees. So be able to grow on the, for them to grow and develop skills for the future, because the future is something that Jordan holds. التحديات التي تتطلب من المجتمع الدولي مساعدة الأردن لمواجهتها، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وإعادة هيكلة المديونية الأردنية التي باتت حقيقة تشكل عبئا ثقيلا على موارد الدولة وتستنزف الموارد المالية. وكما تعلم أن هناك رغبة أردنية وجهود أردنية لإعادة هيكلة هذه المشكلة من خلال المرحلة الأولى ما يسمى بإحلال الديون ذات القيمة المرتفعة باستبدالها بديون ذات فائدة ميسرة كخطوة أولى في معالجة خارطة الهيكل الديني بشكل عام.